ثلاثة من برنامج مطبخ مغترب. اليوم ان شاء الله بنسوي طبق وايد 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 حلو احبه، بس ديروا بالكم يا جماعة، ترى اللي بيطبخ وياي فنان بالطبخ. ان شاء الله بكون معاي عزيز هاجري، ما ادري شو تخصصه بس المهم بيطبخ وياي. ترى شو بنسوي؟ الشكل واضح من قدام اللي بنسوي، راح نسوي بلالة، بس اي بلالة؟ بلالة هاجري. هذه المكونات وشوفوها. طبعا عندنا الباستا، بس لازم تكون باستا ضعيفه، انزين؟ اذا ما لقيتوا باستا ضعيفه عاد تحطون اي نوع من الباستا. عندنا الملح والفلفل، ملح وفلفل عادي بس انا استخدم هذين. عندنا البيض، طبعا البيض انتم عارفينه من الدرجه. زعفران تلقونه بمحلات المكسيكيه اكثر، اذا ما لقيتوا محلات المكسيكيه بالكويت انا اطلبه يعني. عندنا الكوكونات اويل، شوفوا شكله. عندنا الهيل، الزبدة، وآخر شيء نص كوب شكر أو سكر، نص كوب. طبعاً ضيف حلقتنا مثل ما قلت اليوم عبد العزيز الهاجري. عبد العزيز شنو تخصصك؟ كيميكال انجينير. كيميكال انجينير بزنس تنسوي بعد؟ أنا الاي اس سي لحد ما كيميكال لحد الناس بالجامعة. لا ما اتوقع عادي، ترى ما عندي شغل، ترى والله بنفسي. تبي اوريكم سلام امريكي؟ شوفوا يا سلام، ترى جاي سلام امريكي. زين عزيز شنو بتسوي اليوم؟ طبعا مثل ما قال لكم اخوي محمد الشيخ راح يسوي بلاليط الهاجري. طبعا هذا بلاليط وصفه خاصه من الوالده، يوم من الايام كان برمضان كنت جعان، قلت لها يمي عندنا بالليل عندنا الصبح كان رمضان، قلت لها يمي ابي وصفه البلاليط، انا ابي بلاليط، دش مخي بلاليط. ما عندنا، شنو صار؟ قالت لي خذ لك شيره، خذ لك البهارات الزعفران، وين لقيت جميع عربية؟ كان ذيك الساعه ما عندي سياره، كانت ايام اللغه. انا اخذها من جمعيه مكسيكيه. والله لقيتها بجمعيه العربيه بصراحه. اغلى ولا ارخص؟ اغلى يعني اوف يعني اوف. روح المكسيكيه. انزين وبس والله قالت لي الوصفات، قالت لي جربت اول مره، جرب ثاني مره، ثالث مره، اول مره ما ضبط. المقادير كانت حيل تعبانه. ثاني مره هفهف، ثالث مرة اللي هو سيمي بيرفكت. لا خلاص فوكابلري. زين سيمي بيرفكت. فالحمد لله بعد مرات لما ضبطته يا وقت القرص اللي هو البيض. القرص؟ القرص هذا أصعب شيء ليه اليوم ما أعرف شو. أومليت وخلاص؟ لا مو أومليت، لازم القرص، أنا كل شيء بدي أقرص. أوكي. على الشكل؟ 50 ماك. زين الحين شو بنسوي؟ اول شيء لازم نسويه طبعا اول شيء يا جماعه هذه مره ثانيه مو وصفتي، وصفه عبد العزيز هو اللي يسويها، فهو بيعلمني طريقه بيتهم. انا اللي احنا طريقه بيتنا غير عنكم طريقه بيتهم، بس مثل كل بيت في بلاليط. اي طبعا ان شاء الله تفيدكم، راح يعني كثر ما قدرت خليتها سمبل، ان شاء الله تفيدكم وان شاء الله تعجبكم يا رب. طبعا عزيز شنو بنسوي احنا اول شيء؟ طبعا نبلش، راح احط الباستا مثل ما قال محمود، يا تكون ثن يا تكون ثقيله انت على راحتك، فراح احطها بالماء على ما تصير لين وتلين ويانا. نبلش نحط الزعفران. ليش نحط الزعفران؟ عشان تصير تاخذ الكلر الاحمر، عشان تصير شوي حمراء. زين راح تسالوني ليش اخترنا الكوكونات اويل؟ طبعا انا بلشت رجيم واخرب رجيم، بلشت رجيم واخرب رجيم، قصه طويله عريضه. عزيز احط الماء الباستا المالحي. يا ريت. زين طبعا قاعد استكشف امور بروحي، المهم لقيت هذا فانصحكم فيه وايد، احسن من الاوليف اويل، احسن من اي شيء، صحي اكثر، اورجانيك بعد. عزيز راح احطها بالماي. الحين راح نبلش نكسر البيض. اذا ممكن تساعدني شغله هالدرجه ثلج جد ثلج شنو درجه ثلج؟ طبعا اصعب شيء طبعا الحين اللمسات الفنيه، كسرات البيض، الزعفران، الهيل. طبعا حمود شلونك مع كسر البيض؟ كسرت اربعه للحين. ليش؟ ما ادري انت قاعد تقول لي حط ايش كثر؟ دير بالك انت عاد خبره، انا على حسب بعد اعطى لمسه ثانيه. كل كويس كل كافي ترفع ضغط من الليل انا برفع ضغط ولا انت؟ يعني الحمد لله الحين عاد الحوسه ويسكين شنو؟ ويسكين ما هي ما اعرف لازم تدخلون هواء شويه بحيث انه ينخلط كله ويا بعض. في ناس يستخدمون الشوكه اخر وسيله اني انا استخدمها، بس اذا عندي الويسكر خلاص ما احتاج.
ما تدش كلها بالماي وتصير لينه نبدا نحط الزعفران عشان تاخذ لون مثل ما قلنا في البدايه، وبعدها نشيلها نخلط الكاردمم والزبده. طبعا اذا قاعد بروحك تفلسف مع الكفاش تبي تقول تقول تبي كيفك، ما عليك انك تحوسها تشيك اذا ذابت ذابت، بس لا تخلونها وايد على النار لان اذا يعني تلينت وايد طعمها ما راح يكون حلو. فاعتقد الحين يعني نص فوحه نص فوحه فاعتقد الحين طبعا عزيز مثل ما قال لنا انه يبي شويه هيل، فانتم تحطون على حسب الكميه اللي تبونها، ولكن اذا حطيتوا وايد نوعا ما يطغي الطعم فانتم ما تبونه يطغي، تبونه يكون اوكي، فتقدرون تحطون 3 رشات الى قفشه كامله من الهيل. وبعدين التالي شو نحط عزيز؟ طبعا التالي زبده. التالي زبده ايش كثر؟ اسهل شيء هذه رش. بس عزيز هذه الزبده مالحه، ليش لازم مالحه ولا مو مالحه؟ مو مالحه هذه مالحه صح؟ هذه مالحه. اي فشنو بنسوي؟ احنا راح نحط الشكل، ليش الشكل؟ شو قلت راح حل الموضوع، بس نحن نبي الزبده عشان يلزقها، فاهمني؟ اوكي. حلو تمام. انا ما استعمل هذه الزبده بس قاعد اقول لك يعني وصفه الله يهداك، بس قاعد اقول لك يعني واو مستضيفه ويزفني ما يصير. يلا بعد شنو الخطوه الثانيه؟ شو اسمه؟ الزعفران. الزعفران اهم شيء، اهم شيء الزعفران. هذا كان ممتاز. الحين نحطها بالبان ونحط الشكل، طبعا الشكل مثل ما قلنا نص كب الى كب، فعلى حسب تشوف اذا تشرب ولا لا. يلا طبعا نفس البان اللي استعملناه في توا بحيث انه ما له داعي نقسل زياده وكذي، فنفس عادي. ايش كثر كميه الشوكر؟ هاف كب. هاف كب الى كب، يعني على حسب الناس شلون تبي حالي صح؟ اي على حسب، بس دير بالكم يا جماعه تقدرون تستخدمون بدل الشكل النورمال تستخدمون اللي لو كالوري او نان سويت شوكر، مو نان سويت نسيت اسمه. السالفه خاربه خاربه وخربة خربة 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 وياك. وبس نخلط. ايه على ما شو اسمه على ما يذوب ويصير نفس الاويل في هذا في البان. اويل يعني كارملايزد. ايوه. ايوه اويل هذه غلط، كارملايزد اوكي. كارملايزد اويل زين. حلو حلو حلو. الريحة شهية بيتنا. لا 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 بلشنا. وصفة الوالدة هذه كلهم نفس الشيء، كلهم زعفران وهيل. طبعا مثل ما انتم شايفين الحين يعني كثر ما تقدرون، بس اول ما يذوب الشكر ويصير حار نوعا ما قدموا حار، والحين بنسوي قرص البيض. تمام قرص البيض. هذا البلاليط من ايدك كل، تسلم لي الله يسلمك. تسلم تسلم شوفوا ترى المصور يسوي لنا شيء شكله خيال، تعال المخرج خله عادي. جابر شلونك شو اخبارك؟ يا جماعه اهم شيء ضبطنا القرص، هذا اهم شيء صار له بالضبط 5 دقائق عشان يقلب عشان نقلب. اقول لكم عيب ثانيه، بيغسل الباستا قبل. مين يغسل الباستا عزيز؟ زين وشوف كل واحد يتفلسف. كل واحد يسوي طبخته. انزين وصلنا حق نهايه حلقتنا اليوم، ان شاء الله تشوفونا ان شاء الله بحلقه جديده من الحلقه الرابعه من مطبخ مغترب. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.